أهلا بكم. لا يزال الطلاب نبض الشارع اليوم، فلا صوت يعلو فوق أصواتهم، الأصوات المطالبة بتأمين مستقبل آمن لهم. هم من يرفضون أن يعيشوا معاشه قبلهم أهاليهم، ويرفعون الصوت اليوم علّه يصل إلى مسامع من هم في سدة المسؤولية، وعلّهم يصدقون أن من خرجوا إلى الطرقات ليسوا مدسوسين ولا ممولين ولا أصحاب مشاريع تخريبية. في السياسة، حتى الساعة لم تتوصل المشاورات التي يجريها المعنيون إلى أي خرق، باستثناء إعلان جميع القوى السياسية القبول بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة ليتركز النقاش حول شكل هذه الحكومة. كل هذه التفاصيل أبحثها اليوم مع ضيفي في استديو الكاتب السياسي الأستاذ سركيس أبو زيد. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم هذا التحرك للطلاب اللي عم نشوفه من أول أسبوع وبعده مستمر، طلاب يعني عم يتحدوا حتى بمرات قرارات المدارس وقرارات أهاليهم، وعم ينزلوا يطالبوا أنه بدنا أبسط حقوقنا، بدنا نعيش بهيدا البلد وما نسافر وأمنوا لنا فرص عمل وغيرها. كيف بتشوف هذه الصورة اليوم، صورة الطلاب؟ لكن اليوم صورة الطلاب، بس كمان خلينا نشوف انه هذا الشيء عم بينعكس على مختلف القطاعات. يعني بدي اقول نقطة جوهرية، انه هذا الحراك او هذا الانتفاضة او سميها ما شئت، انا ميال اني سميها عامية لبنانية جديدة، لانه الثورة هي بده يكون عندها شروط. يعني ممكن هالاشي تصير ثورة، بس حتى تصير ثورة بدها وعي عميق أكثر، بدها قيادة، بدها برنامج، بدها تنظيم، بدها كل هذه الأمور. خلينا نقول إنه هيدي العامية جديدة، خاصة إنه بتاريخ لبنان بالقرن 19 كانوا يستعملوا كلمة عامية وقت اللي كانوا يقوموا الفلاحين وعامة الناس على الإقطاع، واللي هلا في شي منها، لأن هيدي عابرة للطوائف والمناطق والأحزاب والأعمار وما شابه. خلقت أنا برأيي هزة، خلقت شوك، خلقت صدمة لكل الفئات. بتمنى انه السياسيين ياخذوا عبره منها، بس خليني اقول شفنا قطاعات واسعه من الشعب بلشت تتحرك، بلشت تعبر عن نفسها، بلشت تقول كلمتها، ومن بيناتهم الطلاب. بس اللي بيتابع الموضوع هلا البعض بيحاول يتهكم، الفرج فينا نقوله عم تكبر، بده يعني البعض اللي بيتهكموا على هذا الحراك او بيحاولوا يشيطنوه، يعني بيشوفوا الاشياء هيك الكاريكاتوريه او الفولكلوريه او كذا. بس انا برايي كل ما نشاهده الان بفضل هذه العامية هو نتيجة الأزمات المكبوتة الموجودة ببيوتنا، بأحزابنا، بجمعياتنا، بقرانا، بمتحداتنا، بكذا. إذن قدرت تطلع الأشياء الكامنة يلي عم بيعانوا من الناس يعبروا عنها، أحيانا بطريقة صحيحة، أحيانا بطريقة فولكلورية، أحيانا بطريقة ارتجالية. ما هذا بالنتيجة، هذا شعبنا وهذا مستواه وهذا وضعه. مطلوب من المسؤولين أن يتعظوا، أن يأخذوا عبرة، أن يدرسوا هذه الحالة ويشوفوها. خليني أقول يعني في حدث له أسبابه الاقتصادية الاجتماعية، مش هابط من الفضاء، ولا أنه في سفرات وأمريكان وبدري شو بمحاولة شيطنته، بس مطلوب اللي بيصير في حدث أكيد في كتير ناس بتحاول أنها تستفيد منه، بتحاول أنها تستغله، بتحاول أنها تحرفه. بس دايما السلطة السياسية وقادة الرأي معنيين بأنهم يعالجوا أسبابه، لأنه ما بيكفي أنك أنت تلقي عليه اتهامات أو كذا. أوكي، لازم واحد يكون حذر أنه ما حدا يحرفه، أنه ما حدا يستغل، بس كمان في مسؤولية كتير كبيرة لمعالجة الأسباب يمنعوا الانحراف طبعًا. ساعتها هي هاي المشكلة الأساسية، وهون أنا برأيي مسؤولية السلطة السياسية. من هون المشكلة هي موجودة بالسلطة مش موجودة بالناس. إذا بدنا نرجع للواقع الطلابي، ما بعرف ليش ذكرتيني، رديتيني كذا سنة لورا، بس ذكرتيني بالطلاب، تذكرت أني أنا وقت جيت على الجامعة سنة 1970 كان بعد في حراك طلابي كتير كبير، كان في اتحاد كتير مهم للجامعة اللبنانية، وكان في حراك. ويومتها كان عندي انطباع أنه الأحداث اللي صارت سنة 75 كانت هي نتيجة هذه الحراكات المطلبية وبشكل أساسي الطلابية يلي خرقت كل القوى السياسية، خافت منها السلطة، وحرفت هذه الحراكات الطلابية والشعبية والمطلبية إلى منحى آخر. وهلأ خايف أنه هيدي الطبقة لأنه ما عندها قدرة تنتج تسوية فيما بينها، أنها تحاول أنها تحرف هذا الحراك إلى فتنة، إلى تعبئة طائفية، إلى خلافات، حتى تقدر تطلع من هذا المأزق اللي هي موجودة فيه. لسه بيومتها
صحيح انه بعدين كان في بوصلة عن الرماني وفي الموضوع الفلسطيني، وانا برايي كان هذا استغلال يعني طمس لهذا الموضوع، بينما بالجوهر كان بسبب الحركات المطلبيه والعماليه اللي كانت موجوده وبقوه. طيب الم يتعرضوا يعني اليوم الفترة. اذا هيدا المشهد اللي كان بال 74 وترجم بال 75 اليوم، الا يفترض من بمن هم بصده المسؤوليه لحضرتك المشهد اللي عم تشوفه يكون بعده موجود قدامه، خصوصا انه كلهم عايشوا هذه الفتره، ويمنعوا انحراف هذا المسار المطلبي اللي هن عم بيقولوا محق بالذهاب الى منحى اخر واستغلاله بوجه اخر؟ بصراحه بقول لك اني خايف، لانه مثلا خدي انت حتى الحكومه يعني قبل ما تستقيل يعني مثلا بدل ما تكون هي تعقد جلساتها بشكل مستمر وبشكل دائم ما عادت تجتمع. شوفي انت مستوى التفاهم الرئاسي اللي كان اللي حكم البلد واللي كان عمل محاصصه والكل استفادوا منه، بس انه صارت هذه الازمه، بس انه صار هذا الحراك أم الكل تخلى عنه وبطلوا يحكوا مع بعضهم. يعني صار انا وياكي لازم نتصل فين حتى يتواصلوا ويحكوا مع بعضهم حتى يشوفوا شو بالنتيجه الحاكم يحكم، هن المسؤولين، هن الموجودين على كراسيهم، هن اللي موجودين بالسلطة، إذا هن مطلوب من أن يقدموا حل. يعني أنا ما فيني أطلب أنا من الحراك من الناس من كذا، لأنه اليوم الناس رح تقول أنه إذا خرب البلد حق على الناس بالشارع، لا رح يقولوا الحق على السلطة السياسية اللي هي ما قدمت، رح يقولوا الناس اللي نزلت على الشارع خربت البلد. لكن أنا برأيي كمان هدي نجح فيها الحراك أنه عقلا شوي تحركه، أنه والله ما عاد عم بيقطع طرقات، قبلين كانوا يقولوا قطع الطرقات، طيب ما عاد عم بيقطعوا طرقات، صاروا موجودين قدام المؤسسات الرسمية أو قدام بيوت المسؤولين أو كذا. العلة الأساسية هي بالسلطة، السلطة هي اللي عندها القدرة الإمكانيات والقدرات وهي اللي بتوجد حل. يعني لولا هيدي الحكومة قدرت تعمل وضع اقتصادي اجتماعي أفضل ما كانش الحراك طبعا نزل على الشارع. يعني أنا واحد من الناس كان مأخذي أنه والله الناس ما عم تتحرك، ما عم بتقول آخ، طمرونا بالزبالة، هلكوا الناس، يعني كل المتخرجين عم بيسافروا، اولادنا كلهم سوا موجودين برا، في ازمه اقتصاديه اجتماعيه خانقه، وفي نظام سياسي مكربج ما عم بيقدر يتطور، ما عم بيقدر يغير، ما عم بيقدر يستوعب، ما عم بيقدر يحل المشاكل العالقه. طيب انه بدل ما هن يفكروا بهذه الامور ويعالجوها هن يمكن لانه الناس برايك راهنوا كمان انه الناس كانوا يعني بدهم يعني هل تمادوا هالقد بهذا التصرف لانه كانوا مراهنين انه الناس خلص هذه التبعيه العمياء والناس يأسدوا وما بقى تتحرك، وكانوا يعني مستبعدين اخر مشهد ممكن يشوفوه مشهد 17 تشرين وما بعده؟ بصراحه يمكن ما عندي جواب الا هذا اللي عم بتقولي، انه من كثر ما مرق انه اكثر من هيك اذلال ما انعمل. يعني بالصيف بتحترق البلد وما حدا بيقدر يطفيها، بالشتي طوفان وبتغرق البلد وما حدا بيقدر ينقذها، كل المشاكل ما في حل، نهب، وبعدين صار النهب والفساد يعني صار مشهدي يعني علنا، مثل واحد منه سقلان، منه اخذ بعين الاعتبار لاي شيء. ليه؟ لانه معتبرين انه هذا المواطن محطوط بمعتقلات طائفيه، بالنتيجه حطوه هن بهيدا طبعا 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 حطوه بمعتقلات طائفيه، فككوا، صار في تفكيك لكل النقابات العماليه. يعني انه عندك هذا الحراك بس بينما بتشوفي نقابات جديه او اللي هذه عاده بتخوض نضالات مطلبيه صحيح. بتكون مدروسه في المسار التاريخي، دائما كانت النقابات بتكون اول كذا، حتى الاحزاب يعني همشوها اغرقوها بالزبائنيه وبالوظائفيه وبالكذا، ما عاد الا هيك الحضور. يعني وقت ما بيعد عندك انت نقابات وما بيعد عندك احزاب وما بيعد عندك مثقفين وما بيعد عندك اعلاميين عندن موقف نقدي عندن موقف جدي، ساعتها اكيد بدها تروح الامور الى 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 العامه، الى الحراك المطلبي الشعبي. ما فينا هلا نجي نقول لهول الشباب انه والله ليش، يعني كمان احيانا هذه الطبقه السياسيه بدها حراك بس يكون هيك تيريا كاتر ايبانجل مرصطة على المسطره، صوته بارتفاع معين كذا. طيب على شوي يعطوا الشعارات اللي لازم يقولها. ايه ايه، ما فيك انت تذلي الناس هالقد وتروح. انا برايي هذا شيء طبيعي يعني. للاسف خليني اقول لك اياها، انه بعض علماء الاجتماع، بعض المفكرين، بعض الباحثين يلي موجودين ببعض الاحزاب وبعض التنظيمات وهن مستشارين بالسلطه وكذا، بدل ما يعملوا جهد يدرسوا هذه الظاهره، يحللوها شو هي اسبابها، حتى نشوف كيف بدنا نعالجها موضوعيا، مش انه نكتفي بعمليه شيطنتها او انه نسبها او انه نهمشها او انه نتركها. ما انت كمان انه حتى باوروبا، انه هذه بفرنسا كمان، انه وقت اللي انت بتترك الفئات الشعبيه الى هالقد ظلم وقهر، شيء طبيعي بتروح الى الاحتجاج وبتروح للعنف. من هون انا برايي بعدها شوي
الحراك بعضه مضبوط الى حد ما، صحيح، ولكن استمري بتجاهله، لانه الناس ليش بتنزل على الشارع وبتقطع طريق؟ لانه ما حدا عم بيحكي معها. استمري بتجاهلها وخلي الطول بعد شوي، انا برايي بصير العنف هو شغله طبيعيه كرده فعل لاي حراك بالتاريخ، انه ما هيدا اذا مش هن شيطانوا قصد، معقول نوصل لهيدا السيناريو؟ مش حتى ما يتحملوا مسؤوليه، لا يعني مش بس هيك، يعني هن يرسموا هذا السيناريو وهن يفتعلوا اي ازمه وهن يفتعلوا اي لانهاء لهيدا الحراك، لانه لهلا يمكن بعد نسمع بعض الناس مراهنين انه هيدا الحراك بده يخف شوي شوي واخر شيء يختفي. ايه بس خليني شغله، لانه اكيد لانه مش ما يدرسوا اسبابه الموضوعيه ويحلوها، بيحاولوا انه يشيطنوه حتى يرفعوا المسؤوليه. بس انا خايف، ومن هون بدي اسمح لنفسي انه لازم كلنا سوا نتوجه بنداء بانظرتكم الموجهه لهذه الطبقه السياسيه اللي هي قائمه على المحاصصه الطائفيه، انه تروح للفتنه الطائفيه والتعبئه الطائفيه حتى تتخلص من هذه الاستحقاقات. ده الحامل مصالحها تماما، انه هن بيعملوا الفتنه وبرجعوا بيتفقوا وبيعملوا محاصصه جديده فيما بينهم حتى يتخلصوا من هذا الحراك، مثل ما تخلصوا من كثير حركات. يعني خليني اشرح لك، انا عم بقول لك عن العميه تبع القرن التاسع عشر. طيب اذا واحد بتذكرها، طيب ما هن قاموا حركات شعبيه سموها العميه، حركات الفلاحين، بس بالنتيجه كيف قضوا عليها؟ عملوا الفتنه الطائفيه سنه 1160، بس صارت الفتنه 1860 ثوره انطان الشاهين والعميات اللي نشات قبلها وبعدها وكذا، كلها راحت، لانه الناس صار في تعبئه طائفيه، راحت على التعبئه الطائفيه ونسيت هي مطالبها، ورجعت بعد ما خلصت الفتنه الطائفيه رجعوا زعماء الطوائف وزعماء القبائل والكذا، رجعوا اجتمعوا عملوا تسويه بيناتهم وركبوا نظام وحكم جديد. من هون انا مش خايف من الحراك وعلى الحراك، خايف من هذه الطبقه انها ترجع تجدد الفتنه الطائفيه حتى تنقذ نفسها. طيب حتى الساعه اذا بنقيم اداء هذه الطبقه السياسيه تجاه هذا الشعب، يعني لهلا قديه سمعوا له صوته؟ يعني اذا بنشوف اليوم ال 12 للرئيس سعد الحريري قدم استقالته، وهذا فاجأ الكل، يعني الكل ما كانوا بوارد حتى باليوم 12 انه يقدموا اي تنازل للناس اللي نزلته. لحد هلا بعدنا بنقطه صفر يمكن بالمشاورات السياسيه بموضوع تشكيل الحكومه والاتفاق عليها. قديه فعلا هن مصدقين هود الناس؟ قديه عاطين دينتهم لهود الناس؟ انا برايي ما يعني ما شافوا شو عم بيصير بالواقع، يعني بيعوا حكي للشارع انه انت معك حق ومعك وكذا، بس هو فعليا هذا الحراك نسف او هز ما يسمى بالتسويه الرئاسيه يلي كانت موجوده، ويمكن البعض تفاجأ انه الرئيس الحريري استقال، لانه كانوا معتبرينه انه بده يضل متمسك بهذا الوضع، بس يبدو انه وصل لمرحله ما عاد قادر يتحمل يعني العبء الشارع والمسؤوليه وكل ما شابه. بس بالنتيجه كانوا اطراف التسويه الرئاسيه مراهنين انه هن مقتصمين الوضع وانه هذا الشيء رح يستمر، فتفاجئوا. هلا هن صاروا بمأزق، اما بدهم يجددوا هذه التسويه، اما بدهم يسلموا الامور لغيرهم. هولي ما بيسلموا الامور لغيرهم حتى يضلوا متمسكين، بل ولكن هلا كل ما يحصل الان هو محاوله سعي حوار اتصالات مفاوضات فوق الطاوله وتحت الطاوله من اجل تجديد التسويه الرئاسيه اللي كانت موجوده سابقا. هلا عم بيحاولوا يفتشوا عن صيغ انه والله بضل الرئيس سعد الحريري هو رئيس حكومه وبيجيبوا حكومه كلها سوا تكنوقراط، لا سعد الحريري بسمي حدا من قبله وبيجيبوها كلها سوا من اصحاب الاختصاص، لا بيروحوا كلهم سوا وبيجيبوا وحده من خارج كل هذا الوحد. انا برايي المشكله هي هون، هي المشكله فيما بينهم كيف بدهم يلاقوا هذا الحل. خليني اقول يعني مش حتى توضح الصوره، انا يعني هذا التسميات اللي بفوتونا فيها تكنوقراط واختصاص وسياسي كلها ما لها طعمه. ليه؟ لانه بلبنان اول شيء ما في حدا اسمه تكنوقراط. يعني هلا بهي الحكومه في كثير ناس اصحاب اختصاص. اي صحيح. يعني برجع لكل حزب ولكل تنظيم، انه حتى حزب الله جاب حدا من قبله وزير بوزاره الصحه، ما هو تكنوقراط. صحيح. يعني مش انه بس انه في عندنا بلبنان تكنوقراط جايين من سويسرا ما عندهم موقف، ما عندهم من حيز. ما انت اول شغله شو بتصير؟ شو ما عملتي؟ بس على الاقل من الحزبيين بيكونوا، يعني عندهم يمكن فكر قريب من اي حزب معين بس منهم ملتزمين حزبيا. خليني لك هذا بدي اوصلك عليه، بس خليني اقول اول شيء انه اول شيء اي تشكيله حكوميه بدها تلتزم بقواعد اللعبه الطائفيه. يعني صحيح في حراك عم بيطالب باللا طائفيه، بس مش هو الحاكم. يعني بعد السلطه بايد الطوائف يلي دائما بدها صيغه
لتتمثل فيها كطوائف. هلا هل ترى بلبنان في عنا ناس تكنوقراط واختصاصيين مستقلين فعليا؟ ما عندن يعني هوى او ميل او ارتباط؟ يعني الحال. يعني انا في رايي يعني هلا في امكانيه انك تجيبي ناس يعني منزهين من كل هذه الامور وتقولي انا بدي ادير السلطه السياسيه بلبنان؟ اذا واحد بيقرا تاريخ لبنان انه في حكومات سياسيه انجزت وفي حكومات تكنوقراط اجهضت. يعني المشكله لا هي بالتكنوقراط ولا هي بالسياسه، طالما انه نظام الحكم بلبنان قائم على طائفيه وعلى توافق، اذا كانوا متوافقين بيقدروا يعملوا حلول، واذا كانوا مختلفين ما هن بيرجعوا بيعملوا تعبئه طائفيه مذهبيه حتى يشعلوا الوضع. يعني حتى التكنوقراط اذا او اصحاب الاختصاص وحتى لو كانوا حزبيين، اذا كانت قياداتهم الحزبيه مش متفقه ومش مسلمه ومش مقرره انه تعطي الاولويه للحل لايجاد علاج للوضع الاقتصادي الاجتماعي والسياسي، انا برايي لا الحكومه السياسيه ولا حكومه التكنوقراط ولا حكومه الاختصاص بتؤدي الى نتيجه. مطلوب تقرر هذه الطبقه السياسيه متفقه ولا مختلفه؟ اذا متفقه تأرجينا طيب ليكي خدي انت بس شو بكون تغير استاذ سركيس لما نرجع نعيد التجربه؟ يعني وهيدا المأخذ اللي عم بيقوله الرئيس الحريري، انه اذا رجعنا بكره شكلنا حكومه الكل موجودين فيها، اول فتره هلا في ناس بالشارع رح يمشوا معهم ويسمعوا صوتهم، بس بعدين رح نرجع لنفس العقليه نفس الذهنيه بالتصرف، شو بتكون تغير؟ كيف فينا نأمل انه هذه الطبقه اللي هلا الكل الناس نازله ضدها هي ترجع تمشي الامور؟ ليكي انا ميال، انا شخصيا ميال انه بدك برنامج الحكومه شو؟ يعني بالنتيجه مين ما جبته قدموا لنا افضل ورقه اصلاحيه ممكن نحلم فيها. لا لا يعني لا لا في انا عندي ما يخز عليها كمان، بس الفكره هي بكره حتتطبق، هي قادره للتطبيق قابله للعيش. انه اول شيء بدك تشوفي انت شو البرنامج اللي كان التكنوقراط ولا السياسي، بدك تشوفي شو البرنامج وشو اولوياته. يعني انا بالنسبه للاولويه بالنسبه لألي هي استقلاليه القضاء، وانه القضاء يباشر بمحاسبه يلي افسدوا يلي هدروا واسترجاع المال العام. بدك تشوفي انت الامور بنتائجها بالاشياء العمليه بالخطوات العمليه، انه هلا ما بدها تشريع وما بدها كثير تنظير وما بدها كثير كذا، بدها خطوات عمليه طبعاً. اذا كانت هيدا الطبقه السياسيه جديه بهذا الموضوع، ما هيدي الحكومه فيها تترك للقضاء انه يقوم بمهامه حتى يقدر يحقق هيدي الانجازات. طبعا انا ميال انه كمان بدنا ننتبه، ما فيكي انت كمان تعملي حكومه ما تكون عندها افق سياسي. يعني كمان في خوف انك انت تجيبي ناس بالظاهر هن حياديين بس ولكن فعليا يكون عندهم ارتباطات خارجيه. انه هذا بلد يعني كمان نحن بمهب الريح، انه عندك ظروف اقليميه وظروف دوليه، ما فيكي انت كمان تسلمي البلاد الى اشخاص مجهولين او مش معروف انتماءاتهم او مش معروف وليئا او كذا. لا، بدك حكومه تكون عندها استقلاليه، يكون عندها ضمانه سياسيه انه ما تاخذ البلد الى محلات خطره سياسيا، وبنفس الوقت مطلوب انها تكون نزيهه. هلا بالنتيجه انه انت بدك تنقي من هيدي الطوائف ومن هيدي القوى، بس تنقي الاحسن. يعني للاسف انه الطوائف والاحزاب مش دائما بيقدموا احسن ما عندهم، عندهم حسابات اخرى دائما، لانه بيبقى عندهم حسابات. هل يا ترى هني رح يطلعوا من هذا الموضوع؟ ليش؟ رح يفسحوا لك مجال انك تشكلي حكومه من اشخاص نظيفي الكف كفؤين كذا. من هون انا برايي لابد من مرحله انتقاليه تجمع ما بين طمأنه البلد سياسيا حتى يكون مستقر ويقدر يواجه الاستحقاقات الاقليميه، وتكون الحكومه من شخصيات نزيهة كفؤة صاحبة اختصاص تقدر تقوم بشغلة وزاد برنامج، لأنه بالنتيجة أنا كمواطن بدي حسبها على قاعدة البرنامج، لأنه أنا كمان ما فيني ألغي أي تسوية هن بيعملوها، أنه أنا فيني ناضل فيني أقول لا فيني كذا، بس المواطن مش هو اللي بيقدر يغير هيدي المعادلة. هن إذا عملوا تسوية جديدة بالنتيجة نحن لازم نحسبهم على قاعدة برأيك إذا وصلنا للمرحلة شو بيكون الحرائق هذه الحركه اللي قامت بالشارع شو بتكون قدرت تحققها؟ يعني هيدي الملفات اليوم شفنا حركه بالقضاء وفي استدعاءات وفي استماع لشخصيات سياسيه ووزراء ورؤساء وغيرهم، طيب بس يمكن مثل ما انحطت سنين بالجرور بكره لما يرجع يخف شوي نبض الشارع وتتشكل حكومه رجع تنضب بالجرور، شو بيكون هيدي الناس فشت خلقها وقدرت حققها؟ لا لك يا اول شيء خليني اقول انه الحراك بحد ذاته لحد هلا حقق انجازات. يمكن واحده من الانجازات انه قاعدين عم نحكي بتلفزيون لبنان
بهالاريحيه اللي ما كانت موجوده، دليل انه في ناس اخذت عبره وهذه شغله منيحه، يعني تشكر الاداره يلي اخذت عبره من هذا التحرك وقالت انه والله بدي اعمل انا تحسينات او تفعيل او كذا. لولا كل واحد بمؤسسات الدوله، لو كل حدا من الاحزاب او من الجمعيات او من كذا بياخذ عبره من اللي صار حتى يصحح حتى يفعل حتى ياخذ عبره، برايي في كثير اشياء بنقدر نتجاوزها. خليني اقول الحراك شو مطلبه؟ مطلبه انه بده حكومه انتقاليه، بمعنى انه ما تكون مرتبطه بالبرنامج لهذه القوى السياسيه، وتكون من اشخاص يعني مستقلين، يكونوا مضمونين، يكون عندهم هويه المعروفه. هلا ما فينا نفوت احنا نحط المواصفات، بس خليني اقول انه بعدين الحراك لازم يضل موجود حتى يحاسب بغض النظر عن اي حكومه، لانه ما هني شو بيعملوا؟ اول شغله بيعملوا لك اياها انه خلي الحراك يبعث ممثلين عنه او مين بده وزراء منه او كذا، ما هيدي محاولات لاجهاضه، محاولات لايجاد الفتنه فيما بينهم، انه والله بصير كل واحد طمح. يعني على القليله انا شفت لي شيء 100 لائحه حكومه مشكله بشكل انه ما خلوا حدا ما حطوا له اسمه وزعت. مشان انا برايي يعملوا فتنه بين القوى اللي قامت بهذا الحراك، انه هذا بده يعمل وزير، هذا بده يعمل نائب، هذا عنده كذا. هذه محاولات كمان مطلوب من الحراك انه يتنبه لها بدون ما يفوت بهذا الموضوع. هلا هذا التمني انه يكون في عندك انت حكومه من اصحاب اختصاص مستقله بتشكل ضمانه سياسيه، وبنفس الوقت تعطي اولويه للوضع الاقتصادي الاجتماعي لحله. وبعتقد مطلوب بهذا المجال انه كمان قوى المجتمع المدني او المثقفين او الفاعلين ان يعملوا يعني تحركات بهذا الاتجاه. يعني خليني اقول لك انه يعني انا مع مجموعه من الناس انه عملنا برنامج سميناه نداء لبنان، في مجموعه مثقفين واصحاب اختصاص وكوا بتعتبر حالها مستقله انه تطرح برنامج لعمليه التغيير، انه مطلوب انه يكون في عندك قوى حيه تضل هي وما بدها شيء. يعني كمان انا برايي بدك تبعدي عن انه الناس اللي عندن مطيه بدهم ياخذوا من الحراك مطيه مشان حتى يبرزوا او حتى يعملوا نواب او حتى يفاوضوا، اكيد بضل في من كل الانواع، او حتى يفاوضوا عن المنتفضين مش حتى يكون عندهم حصة أو مأرب. أنا برأيي لا بالعكس، وهذا هون دور المثقفين والإعلاميين إنه يشكلوا يعني هدي هالقوة، يعني هالرقابة والمحاسبة من ناس أصلا هي ما بدها شيء من السلطة، تكون دورة ترشيدي، دورة وضع أولويات، مراقبة هالقوى مشان حتى يصير في عندك كتلة واعية. لأنه أنا برأيي كمان هذا الحراك بالنتيجة لازم يعمق لنا وعينا حتى يصير في عنا قدرة على المحاسبة. بقى أنا برأيي إذا كل هيدي القوى تتجمع تحت عنوان نداء لبنان أو أي نداء اللي كان، حتى يصير في عندك أنت قوة شعبية ضاغطة نزيهة. هيدا برأيك هل هو نقطة ضعف أو نقطة قوة لهيدا الحراك؟ يعني لما رئيس الجمهورية دعا أنه تفضلوا حاوروني، ما يعني ما نعرف مين ممكن يحاور أو لمن هذه السلطة تستطيع أن تحاور. بنفس الوقت بيقولوا أنه هذا التشتت ضعف، فيما بعض بيقول لا أنه هذا التشتت قوة لأنه ما في قائد ممكن يسيطروا عليه، ممكن يقدموا له مغريات أو غيره. لك هيدي من طبيعة التحرك، يعني ما معقول يكون تحرك اول ما نبلش يكون عنده كده. طب ليكي انه هول مجلس النواب عارف شو بده؟ انه الاحزاب واللي عم بتقود البلد عارف شو بدها؟ عارفين مصالحهم. طب الورقه الاصلاحيه اللي عملوها، طب ما هن معلش ما هيدي الحكومه اللي بتشكل مؤلفه من كل الاحزاب اللي هي وصلت على مجلس النواب، طب ليش ما عملتها قبل؟ طب انه اذا هن عاجزين ان يحطوا ورقه بدي اطلب انا من حراك عفوي ببلش هو كردة فعل، بعدين بدي اطلب منه بس طالبين منهم حدا يحاورهم. يعني بكره اذا اليوم بالصياغه المطروحه انه يكون في ممثل لهذا الحراك بالحكومه، مش مطلوب، مين بده يمثله؟ ما ضروري، مش بالضروره هن يعطوا حل انه ما حدا كان عم يطالبهم، ما الناس عطيتهم فرصه، حكمونا وعملوا اللي بدهم اياه وسرقوا اللي بدهم يسرقوه وتماهلوا وكذا وما حدا قال لهم شيء. طيب هلا يعملوا خطه فعليه ويرجوا الناس ان هن فعلين. انا برايي هن عم بيشيلوا هالمشكله يحطوها على الناس. صحيح. انه هلا انت تابعوا الانتخابات مبكره، ما هو الاستفتاء الفعلي بالانتخابات انه انت في مئات الالوف من الناس اللي نزلت بالشارع وموجوده بكل المناطق اللبنانيه، وفي كتير ضيع ومدن بلبنان تظاهرت وقطعت الطرقات وحكيت وما حد عارف فيها لانه الاعلام يمكن ما غطاها. طيب انه هلا هيدي مين بيمثلها؟ يعني اي واحد هلا بيطلع بيقول انا ممثل هذا الحراك، بده يطلع كذا حدا تاني يقول له انت ما بتمثلني، لانه هذا منه حزب. ما هي الاحزاب ومشلعه،
بقى كيف حراك عفوي صادق بعده بأول يعني هذه الحراك وهذا الشيء لهسب أنا ما سميته ثورة، لأنه حتى يصير ثورة بده صيرورة، حتى يصير في عنده وعي أعمى، حتى يصير عنده برنامج موحد، حتى يصير عنده قيادة وحدة، حتى يصير عنده منظم. لا هو هلا هالأشياء مش موجودة، بس هو إذا مش موجودة عنده شغلة طبيعية لأنه هذه حركة شعبية، بينما للأسف إنه هذه الحالة موجودة بالسلطة. طب ما هي السلطة تقلنا شو برنامجها؟ مين بيمثلها؟ طب بس الناس حتى بعد ما عندها ثقة بهذه السلطة، يعني حتى بكرة لما تقول أنا حسمي أخصائيين من عندي وأختصاصيين وحسمي أفضل ما عندي، كمان الناس ما رح تصدقون. لأن بلا أنا برأي الناس بتصدقون بس يطلع أول قرار أو أول حكم ضد فاسد، يطلعوا قرار واحد بتشوفي كيف كل الناس تقول ها بلشنا جديا. فهمت علي كيف؟ أما هلأ بنجيب نفتح ملف هذا مسكر هذا كذا هذا لعبك شدبين بعد أساءة عملية تمييع، ياخذوا قرار واحد. لانه انا برايي الاصلاح الفعلي بلبنان ببلش بالقضاء، يعملوا يعني جهه قضائيه واحده مستقله ما يتدخلوا فيها، ما يكون فعلا نزيهه، تحكم بدعوه واحده، بتشوفي كل الامور كيف بتنتظم، والناس بالعكس انه الناس شو بدها حل طبعا. ولكن بدايه الحل انا برايي بتبلش وقت اللي بيشوفوا انه المحاسبه بلشت وانه في جهه قضائيه عم بتبت بهذه الامور، صار المواطن بيعرف انه اذا عنده مشكله بيقدر يشكى، بيقدر ياخذ حكم، بيقدر كذا. ما انت كمان حتى بالحياه العامه وقت اللي القضاء ما بيكون نزيه وما عم بياخذ لك حقك بتصير الاضطرارات العشائريه وبصير في رده الفعل وبصير كل واحد بده يتمرجل على حسابه، وهذا الشيء اللي صاير. انا برايي هذه البدايه وهذه بكره بيقدروا ياخذوا. كنت دائما اقول انه يا عمي انت هلا اذا وقفك الشرطي وسألك معك طفية وما لقى بيعمل فيكي ضبط. صحيح. طب هيدي الدولة احترقت احراج لبنان وطلع انه ما عندها طفية، طب مين عمل فيها ضبط؟ وقديه سمعنا وقتها بده يصير في تحقيق ولهلا ما شفنا. طب انوي اذا لو لحقوا بهذا الموضوع وياخذوا حكم واجراء بحق هذا الجهه اللي ما عندها طفية تطفي وقت اللي بتصير، ها؟ وما اخذوا العبره مش انت بكره بس تشتت الدنيا، بيقول لك تفاجئوا انه شتت الدنيا كانه لبنان ما بتشتت الدنيا فيه، بتطوف الطرقات وبنغرق، يعني بالصيف بنحترق بالشتي بنغرق وما في معالجه. طب اذا انت ما حسبتي المقصرين بهذه المواضيع الناس كيف بدها تعطيك الثقه؟ يعني اليوم الرهان هو على تغيير ذهنيه عند هيدي الاحزاب، يعني اذا ما فينا نغيرهم محكومين انه هن باقيين، بدنا نراهن انه نغيروا على الاقل اداره هذا البلد. هلا هو الحل الانسب انني شكله حكومه عم بقول لك من شخصية مستقلة انتقالية تقوم بكل هذا البرنامج المطلوب، بس يقولوا لهم هني شو بدهم يعملوا. من هون أنا برأيي المشكلة مش بالحراك أنه هو يشكل حكومة، ما هني عم بيطرحوا على الحراك حتى الناس تختلف مع بعضها، يصفي كل فريق أو كل جهة تمشط عندها أنا وتقول أنا بدي أعمل، وتقول للأسف أنه بعض اللبنانيين يعني بسرعة تستهويهن المراكز والمناصب، بينما هو مطلوب ناس انه ما يكون عندهم هذه النزعه السلطويه ما يكون بقدر ما هي المساعده. انا عم بقول لك بالعكس، انا عم بناشد خاصه المثقفين والنخب والاعلاميين ان يتجمعوا الناس اللي ما عندهم مصالح، اللي ما بدهم سلطه، يكونوا هن قوه ضغط فعليه مشان لترشيد الحراك ولترشيد الحياة السياسية. مطلوب برأيك أستاذ سركيس لازم يكون يعني لازم يتفقوا بمحل ويقدموا خطة عمل، لازم يقدموا أفكار ولا كحراك شعبي يعني مش مفروض شوي يبلوروا هذا الإطار؟ بس هذا عم بيصير. بس هذا بده وقت، يعني وقت البلش ما كنت تعرفي حدا منهم، بس بسرعة تجمعوا ضمن هيئات، يعني في هيئة تحت ظلها 40-50 جمعية نصقوا بين بعضهم وعملوا موقف في ناس سنين، وفي ناس ركبوا يعني استغلوا هذا الحراك، يعني في قوى من الأحزاب اللي كانت موجودة بالسلطة واللي إلى تاريخ بالعمل الميليشياوي وبالعمل السياسي وهي مسؤولة مثل اللي بقيوا طبعا حاولت تركب حاولت أنها تستغل أو تستفيد من هذا الحراك مشان حتى تبين. هولي أنا برأيي إن غير حساب. ويمكن كمان ما تنسي إنه في جمعيات وفي سفارات وفي ناس، وهذا مش جديد، يعني دائما اللي بيتهموا أمريكا، ما هي أمريكا موجودة داخل الحكومة وداخل مجلس النواب والمخطط الأمريكي، يعني اللي عندنا هوى وارتباط بأمريكا ما موجودين بالسلطة، موجودين بكل المحلات، مش ناطرين الحراك. بس خليني أقول إنه الحراك مثل أي حراك شعبي، في منه عفوي هذا لازم يتنظم، بس بده وقت يتنظم، بس عنده برنامج. بس على القليل انا هذه الفئه اللي بتعاطى معها
وبتابع معها وبشوفها وبلتقي فيها، عم بشوفها أن عم بيصير عندها برنامج موحد أكثر، عم بيصير عندها شكل تنظيمي وتنسيقي أكثر من الأول، عم بيصير في شبكة من العلاقات أكثر، بس إنه أكيد بعد بده وقت. بلشوا حتى هول يفكروا إنه كيف يعملوا ورش عمل، كيف يستعينوا بأصحاب اختصاص. عم بيصير في جلسات نقاش برياض الصلح يعني. كمان حتى طلعوا ورقة اقتصادية عاملينها 10-15 واحد من كبار الاقتصاديين بلبنان، من جورج قرم وجري يعني. انه هولي كمان ناس يشهد لقلون، قدموا ورقة موزونة مطروحة، مش انه ما في، لا، في ناس معروفة وعرفي شو بدها وعم تطرح برامج، وفي ناس يمكن عندها ارتباطات، يعني الاشي اللي عندهم استغلال سياسي صاروا معروفين، واذا في ناس عندها ارتباطات ما هذا البلد، يعني في جواسيس وفي عملاء على مد النظر، يعني مش انه مش خلت طبعا، مش انه ناطرين الحراك مش انت يبينوا الامريكان انه في كذا. بس اكيد انا برايي يعني التيار المستقل الوطني الصادق عم بيتبلور وعم بيصير عنده برنامج، بس اكيد بده وقت مش حتى يصير منظم اكثر، عنده قياده فعاله اكثر وعنده برنامج واضح اكثر. وهم نوصل لمرحله يختلفوا على القياده، هيدي المشكلة. أرد لي كمان، أنا مش مراهن إنه مش هالمشكلة كمان، إنه هذا المسار، بهذا المسار يا ما في حراكات وانتفاضات أدت إلى ثورة وتغيير، مثل ما صار يمكن بالثورة الفرنسية أو بثورة أكتوبر بروسيا، وفي كتير حراكات أجهضت، يعني هذه حركة صراع ما فيك تتحكمي فيها أنت سلفا. إذا اللي عم بيشتغلوا فيها كانوا جادين ووفروا هذه الشروط اللي عم بقول لك إياها، وعي، برنامج، تنظيم، قيادة، بيوصلوا، بيقدروا يعملوا تغيير جدي. وإذا تفركشوا على الطريق وما عملوا كل هول، طب أوكي، يعني يا ما في حراكات. بس المشكلة كمان مش هون، أنا الخايف منه أنه مش على الحراك لمن بده يوصل، خايف من هذه الطبقة السياسية أن تفتعل الفتنة الطائفية مثل ما عملت بال75، مثل ما عملت بال1860، وأجهضت العميات الفلاحية اللي نشأت بلبنان بهيك الفترة. أنا هلأ خايف انه القوى الطائفيه ترجع تعمل تعبئه، بلشت بتعبئه شارع، بعدين تعمل فتنه، تعمل احتكاك، تعمل كذا، حتى تجهد هذا الحراك قبل ما يوصل لمرحله يحقق كل شروط نجاحه وقوته، ويقدر ساعتها يصير عنده قدره وامكانيه انه يفرض شروطه على هذه الطبقه. يعني ما بيكونوا تعلموا شيء من تجربه ال 75، لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الرسمي. لكن هذا تحدي موجود مطروح على الناس ومطروح على السلطه، وهذا مستقبل بلدنا كمان طبعا بطبيعة. وانا برايي كمان خليلي شغله، انه هذا الحراك اللي انا برايي كثير جديد وكثير حديث بحياتنا السياسيه اللبنانيه، يعني السنه احنا عم نحتفل بمرور 100 سنه على نشوء دوله لبنان الكبير، بال100 سنه انا ما شفت حراك عابر للطوائف وحراك اجتماعي بهذا المستوى، عابر للطوائف وكذا بهذا الوحد. هل يا ترى، انا برايي اذا ما عرفنا استفدنا من هذا الحراك بالنسبة للسلطة أن تأخذ دروس وعبر، والشارع أن ينظم حاله حتى يقدر يفرض تغيير جدي، وأنه نبني نظام جدي جديد قائم على المواطنية يحد من الطائفية والفساد، يمكن حتى لبنان ما بعيد له مبرر. يعني بالعكس، أنا برأيي هذا تحدي للبنان بالمئة سنة أنه يقدر يستفيد من هذا الحراك حتى يقدر يعمل ثورة حقيقية من أجل تغيير وبناء نظام جديد يكون يحقق العدالة والمساواة والرفاهية لأبنائه. صحيح. تأخر الاستشارات النيابية أستاذ سركيس، يعني واللقاء امبارح صار بين رئيس الحريري والرئيس عون، عم بيقول كمان في اتصالات مع حزب الله، وكأنه نوعا ما صار في اتفاق على شخص رئيس الحكومة سعد الحريري. هل يعني هذه الاتصالات كلها، الاتفاق على شخص الرئيس الحريري، وكأنه اليوم الطبقة السياسية بدها تراضي حالها بين بعضهم كرمال تضل هي متماسكة بوجه هذا الشعب بالوقت اللي كانوا هن مختلفين مع بعضهم؟ أكيد إنه هن بدهم يحاولوا يرجعوا يجددوا هذا التفاهم اللي حكم المرحلة السابقة، بس تجديده عم بيواجه صعوبات. التأخير، يعني خليني أقول بحس إنه هذا التأخير طبيعي نتيجة أزمتهم. يعني كمان بدنا، يعني ليش رئيس جمهورية ما عم بيعمل استشارات؟ يعني البعض عم بيجرب ياخذها إنه قصة صلاحياتهم وكذا، لا، أنا برأيي السبب الفعلي لأنه مش مطمئن ومش عارف كيف رح يكون شكل الحكومة. هودي بيكونوا بالأيام العادية، مش بيكونوا بعد ناس نزلت على صحيح. الشارع ووصلت أعدادها بالمئة. أنا عم بشرح لك إنه هني وين مشكلتهم. هني كان لازم من قبل ما تصير الأمور بهالشكل، كان لازم تجتمع أركان
التسويه وتلاقي حلول سريعه. صحيح. طيب هذا شيء ما صار من هون، تعسرت الامور بيناتهم، راحوا على الاستقاله، راحوا على الاستقاله ما عاد في ثقه بيناتهم. صحيح. كبرت اكثر بعد هلا عم بيرمموا الثقه بيناتهم، على وعسى يقدروا يجددوا التسويه اللي اهتزت. الرئيس عم بيأجلها لانه منه شايف انه هم متفقين، يعني فريقه، يعني المجموعه اللي وين هون رحنا يعني، وين رحنا بالدستور، وين رحنا بالقوانين يعني. لا لا رضا، انا برايي بالنسبه للدستور خلينا مره لك شغله، وين رحنا بالديمقراطيه اللي نتغنى فيها نحن كلبنانيين، وهذا النظام الديمقراطي والبرلمان هذه كذبه كبيره، كذبه كبيره. يعني نحن ما يعني اول شيء عندك انت ما يسمى بالديمقراطيه التوافقيه، اذا توافقوا بيقتصمونا، اذا اختلفوا بيعملوا لنا حرب اهليه على الميلتين اكلينا. يعني عم بقول لك انه احنا منا موجودين. بس خليني اقول شغله، وانا هديك مش هلا عم بقولها، كنت اقولها من زمان من مده، انه لبنان حتى يقدر يطلع من هذه الازمه مطلوب انه يكون في ثوره دستوريه من زمان. وانا برايي كان مطلوب من رئيس الجمهوريه انه يدعي من بعد انتخابه الى خلوه دستوريه، من اجل قراءه موحده للدستور. لانه للاسف هلا نحن كيف نحكم؟ ما عندنا دستور واحد، عندنا اياه بالشكل. صحيح. بس انه يصير في ازمه، الناس بيروحوا على الدستور وكل واحد بيفسروا على ذوقه، الناس بتروح على اتفاق الطائف انه نحن وطالعين على الدرج تحت بدري مين قال له للثاني وشوشوا انه بدري ايش كذا، بيستند لقلم مشان حتى يعتبرها انه هذا عرف، واحد ثاني بيروح لك على تسويه الدوحه، واحد ثاني بيروح على التسويه الرئيسيه الاخيره، الناس بتروح على تفسير الدستور المساك الوطني وكل واحد بيفسره شكل. اذا انت ما عاد عندك مرجعية دستورية شرعية موحدة لا حكم البلاد. صحيح. وليفترض يكون الحكم بهي الحالة، ما في حكم بزمان واحد. يبقى بزمان فؤاد الشهيد بيقول لهم المرجع هو الكتاب، بس يبقى في كتاب واحد. هلا حتى يقدر رئيس الجمهورية يحتكم إلى الكتاب بده يكون في كتاب واحد. وأنا برأيي الخطأ الأساسي اللي ارتكب إنه ما صار في عملية قراءة موحدة لهذا الموضوع. هلا بعد بس إنك تطرحيها بيطرحوا لك قصة اتفاق الطائف وبدري شو وكذا مش حتى يعملوا إثارة. أنا برأيي لا، لا مطلوب تغيير اتفاق الطائف، ولا مطلوب أنك تضلي أنت بهذه الفوضى الدستورية، مطلوب أنه تطبيق الدستور. طيب بهذا الدستور في عندك المادة 22 بتنص على ضرورة أنه يكون في قانون انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي. طيب وين هو؟ طيب ليش ما طبقوه؟ ليش ما عملوه؟ ليش ما احتكموا لقلو؟ ليش كلهم متواطئين حتى ما يصير؟ لأنه ليه كلهم بدهم يبقونا داخل المعتقلات الطائفيه حتى يضلوا حكامنا الى الابد بدون اي تغيير او 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 او, أو, أو تطوير. طب باتفاق بهذا الدستور في الماده 95 يلي بتقول انشاء الهيئه الوطنيه لالغاء الطائفيه، انه في ناس هلا بيتهكموا على الثوار انه والله بدهم يغيروا النظام، يا اخي ما هذه الماده موجوده بالدستور اللبناني. الماده 95 بتقول تشكيل هيئه وطنيه لالغاء الطائفيه السياسيه. طب شكلتوها؟ طب مرت كل هالايام، ليش شكلتوها؟ ولا فكرتوا فيها؟ ولا اشركتوا اصحاب الاختصاص واللي بيعرفوا حتى يصير في عمليه انتقال طبيعي الى نظام جديد افعل احسن افضل؟ لانه دائما الدساتير والقوانين بتتطور وبتتغير. صحيح. ما فينا نحن نقعد نكبل حالنا بشكل معين ونقدر من هون. طب سيك عم تقتر نرجع ردك على الموضوع اللي انت اسرتيه، قصه المهل. ليش المهل معروفه؟ يعني رئيس جمهورية معه حق ولا ما معه حق؟ صحيح. ما بنعرف. طيب. في اجتهاد. إذا كنت بتحبي الرئيس بتقولي معه، إذا كنت ضد الرئيس بتقولي إنه خرق الدستور. مظبوط، تفسيرين، دائما عم يكون في تفسيرين. بينما إنه هذه الأمور الأساسية قصة المهل وقصة الوحد مش موجودة، مثل في كثير من البنود، يعني أنا عم بقول تطبيق الدستور ما عم بيطبقوه. من هون هن ما عادوا شرعيين لأنه ما عم بيطبقوا الدستور. هلا لأنهم مختلفين عم بيصير أنا برأيي التلاعب بالمهل كفرصة للاتفاق. لأنه كمان عبكرة إذا عملوا، ما هي المشكلة وين؟ عبكرة إذا عملوا استشارات بيسموه للرئيس الحريري ولا ما بيسموه؟ ما أنا عم بيهربوا من هذا الكيس. سموه وعملوا مشكلة. بطلت القصة بالتسمية، قصة بده يتفقوا على كل الحكومة قبل ما يسموه، يعني عم بقول لك لأنه حاطين شروط على بعضهم. لأنه ما عاد في ثقة بيناتهم. وما عارفين شو بدهم يعملوا، إنه بيسموه سعد الحريري بدون ما يعرفوا شو بدهم يعملوا هن وياه. بصير هو يبتزهم لانه بنسميك مقابل ما ستعطينا، بنعطيك وبتعطينا. بس هي مشكلتهم، يعني هيدي مشكله هيدي الترويكا اللي حاكمه. طيب تجتمع وتقول لها شو بدها تعمل، مش انه كذا، انه حتى هذا التاجيل له اسبابه، واسبابه هي هي انه هذا اللي عاملين اللي هن حاكمين ومسيطرين بهذه الفتره، هن ما في ثقه بيناتهم، ما يديروها على الناس، ما يحطوا الحق عليك وعلي، هن يحلوها من بعضهم، وهيدي المهل هي جزء من المشكله اللي موجوده بيناتهم.
اذا هيدي ما انحلت ليه رح تتشكل حكومه؟ ليه رح يصير في مشاورات؟ صحيح. ومش بس هيك، انه كل هذا الغمج والدلال والمماطله عم بتتم بظرف انه الوضع الاقتصادي الاجتماعي عم بيصير خانق اكثر وسيء اكثر وخطر اكثر، وبنفس الوقت انك يعني انت ما عندنا طرف الوقت كمان وعندك نقطه ثانيه هي الوضع الامني. يعني ما فيك انت تضل في هذه التعبئه الشعبيه موجوده بالضيع وبالمدن وبالساحات وما يصير شيء. وبعدين اذا نحن عم نقول انه والله في مؤامره وفي شيطنه وفي امريكان وفي سفارات وفي اجهزه، ما هو هذا الظرف المؤاتي ان يستفيدوا من هذه اللحظات حتى يفتعلوا او حتى يجروا الامور لاي فتنه. بال 75 بتذكر يبقى اخترعوا لنا فكره القناص، يبقى في قناصين طبعا مرتبطين باجهزه وبدول اجنبيه كانت تقوس على الملتين مشان حتى تشتبك. هلا ما بتعرفي اي لحظه بيطلعوا لك قناص طابور الخامس او طابور خامس او كذا الثاني كذا، انه بيخترعوا لك مليون شغله من اجل اعاده الفتنه حتى هن يرجعوا يجددوا اتفاقاتهم. اليوم فينا نقول في ثورة بالقضاء من خلال اللي عم نشوفه، فتح الملفات وإعادتها على الطاولة. رئيس بري عم يحكي أيضا ثورة تشريعية ببعض القوانين اللي موجودة اللي منتية ويجب إقرارها في الهيئة العامة. كمان هيدا بشراء الوقت؟ خليني أخذ الموضوع من زاوية تانية. لكن ده شو مهم الحراك مشان حتى الرئيس بري يعلن ضرورة الثورة التشريعية. لكن ده شو مهم الحراك حتى رئيس الجمهورية يرجع يقول أنا في مشاريع قدمتها وما تنفذت. يعني تصوري أنت يا هولي، تصوري ده الحراك ده شو مهم حتى رئيس الحكومة يقول لك إنه إيه أنا هذه كل المطالب كان بدي إياها بس كان في حدا تاني عم بيحرق لي إياها. طب هيدي الترويكا اللي حكم البلد، لولا من هذا الحراك، لولا من هذه الثورة، لولا من هذه العامية، ما كان شفنا، ما كانت فكرت بهذه المواضيع. خلينا ناخذ فاصل علينا قصير استاذ سركيس ونعود بعدها للمتابعه.